إذن مشاهدي قناة شوف تي في، يعني أن للمنتخب الوطني، يعني أن للمنتخب الوطني بهذا الفوز المستحق، فرحة هستيرية بشوارع مدينة قلعة سراغنا في هذه اللحظات، يعني بتأهيل المنتخب الوطني. إذن كما تتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في من قلعة سراغنا، بعد الفوز الكبير والفوز المستحق للمنتخب الوطني، كما تتابعوا معنا مشاهدينا مباشرة من قلعة سراغنا. إذن كما تتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، وخويا السعيد دور عندي دور، وتنوجه واحد التحية، واحد التحية، واحد